السلام عليكم البنات ومام الولاد، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ان شاء الله اليوم فيديو جديده، وما تبخلوش عليا بلي زابوني ديالكم وبارطاج، تغدو على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نبداو الوصفه على بركه الله. عندنا هنايا الشوفان، وعندنا هنايا نيدو اولا الحليب غبره، عندنا هنا ما ورد. هاد الوصفه البنات اش ماشي نقول لكم عليها، يعني وصفه خطيره جدا 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 لتفتيح لون البشره، سواء كانوا يديك او لا رجليك. المهم راها اش غادي نقول لكم عن تجريب لمده شهرين، يعني فتره الحجر الصحي اشك 3 جوغ كنديرها. صراحه لله غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. مهم نخلط ان شاء الله الوصفة وانا يا معاكم. والبنات بالنسبة للوصفة ها هي كيف كتشوفوها، انا يا خلطتها ما درتش يعني معلقة معلقة وجوج معلقات ولا معلقة ونص ديال مواد. كيف كتشوفوا لا كونتيتي هي قليلة، علاش ما بغيتش ندير بزاف ونضيعها. غادي ندير غير الوجهي وكندير طبقه رقيقه باش ما تجيش طبقه غليظه، وكنخليها حتى كتنشف ككل، يعني كتنشف ككل كتكرم ليا في وجهي. عاد باش كندير طاسه ديال الماء ما دافي، ولا بغيتي ديري الماء بارد سي تي فو ما فيش مشكل. صافي وكتخشي يدك بحال هكا في الماء وكتهزي، انا راه دايره الحنه كتخشي وكتغسلي، يعني ماشي كترشي عليك الماء كتفزقي وجهك، غير كت بحال كتمسحي بهذاك الماء على الوجه ديالك. اي فوالا البنات، كنتمنى يا ربي تعجبكم، وهي راه غادي تعجبكم يعني عن تجريب لمده الحجر الصحي كلها، يعني اشاك 3 جوغ كنت كنديرها. صراحه لله اش غنقول لكم، يعني وصفه خطيره جدا، و وإلا ما نفعاتك ما غادا تضرك والله، يعني بالتجريب. اي فوالا هذه هي الوصفه. وبالنسبه لهذا السيف كيف قلت لكم قبيلات، غادا نخليه هو الاخر باش نهضر لكم عليه. هو غير زيت ارغان، يعني ماشي على ود شي حاجه، زيت ارغان يعني هو اللي عندي بور لو مومون. كنديرو ملي كندير اي وصفه غير كنغسل منها، صافي كنغسل منها وكنشف الوجه ديالي وكندير الزيت، يا اما زيت ارغان اولا زيت جوز الهند، يعني المهم ديري شي زيت على الوجه ديالك باش كومصا يبقى لك رطيطب وغزال. وان شاء الله باذن الله كيف قلت لكم الوصفه راها غتعجبكم، وبالتجريب يا البنات بالتجريب. ومرحبا بكم والف مرحبا مره ثانيه، وشكرا على المشاهده. ما تنساوش ليا سبسكرايب وبارطاج وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله دائما الجديد الجديد. السلام عليكم.